السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم عن شابتر، واهم شابتر تقريبا عندنا بيبني البيزك بتاع الداتا مانجمنت. دايما نبقى عندنا نبني اي حاجه علاقه بالداتا في كونسبت دايما الناس بتسمعها كتير، بنقول داتا وير هاوس. ايه هي الداتا وير هاوس؟ لما نسمع دايما بنقول عندنا داتا وير هاوس برودكت، او عندنا ناس بتبني داتا وير هاوس سيستمز. كلمة تحس ان هي كلمة عامة والناس مش عارفة ايه الداتا وير هاوس، واحيانا تقول طب ايه الفرق بين الداتا وير هاوس والداتا بيز، وفي لا شوية لخبطة في الموضوع ده هو. طيب فاحنا ان شاء الله النهاردة هنبدأ بنؤسس او بنشرح ايه الداتا وير هاوس، وازاي الشركات بتبني الداتا وير هاوس، وايه هي خصائصها. اوكي، طيب اول حاجة زي ما قلنا قبل كده ان الداتا احيانا بتبقى هي منتج لشركة ما، يعني في شركات قايمة على الداتا، اي شركة قايمة على انفورميشن سيستم هي شركة اي ما الداتا هي المين برودكت بتاعها، زي مثلا قلنا جوجل مثلا. طيب في شركات تانية بيبقى الداتا هي ديسيشن سبورت ليها، زي ايه مثلا؟ تعالى نتخيل تيليكوم كمباني، ماشي، عندهم منتج، المنتج ده هو مثلا هو الخطوط والدقايق والمكالمات. طيب الداتا هنا بتاع ايه وظيفتها؟ الداتا دي بتديهم معلومه ياخدوا بناء عليها قرار. يعني ايه مثلا؟ خلينا نقول ان في معلومه بتقول، هم بعد عملوا اناليسيس للداتا قالوا ان الناس بتتكلم من وقت معين لوقت معين، فيقول لك خلاص هنعمل كامبين بيزد على المعلومه دي. فكده الداتا بتعمل سبورت للديسيشن بتاع المانجمنت. طيب حاجه كمان، الداتا دي في الاخر هي بتبقى الريبورتنج، الريبورتنج بيتم على الداتا دي اللي متخزنه في الداتا بيز بعد ما يحصل اللايف سايكل اللي كنا عليه المره اللي فاتت. فاحنا كده عندنا الداتا يا اما هي المين برودكت، او هي سبورت للبرودكت ديسيشنز عشان تطلع برودكت تاني، او هي في الاخر ريبورتنج بتطلع عليه بعض النتائج او الاحصائيات. طب ما الموضوع حلو كده، ايه المشاكل او ايه التشالنجز، الصعوبات اللي بتواجهنا عشان نبني داتا وير هاوس؟ خلينا نقول ان اول مشكله او اكبر مشكله هي البرفورمانس. دلوقتي لو احنا بنتكلم ان عندنا 31 سور سيستم، وعندنا 2 5 تيرا بايت بير داي داتا، بنتكلم ان احنا مش اي داتا بيس هيقدر سبورت الكلام ده هو. فاول عقبه بتواجه الشركات اللي بتبني برودكت للداتا وير هاوس ان هم يكون عندهم باك اند، اللي هو هنا الداتا بيز. نقول باك اند في الشابتر ده نقصد بيه داتا بيز، ونركز في الحته دي كويس عشان بعدين ممكن الباك اند يتغير الديفينيشن بتاعه، بس في الشابتر ده ديورنج الويك بتاع الداتا وير هاوس كل باك اند هو داتا بيز او داتا ستورج عامه. طيب فاي شركه بتبني الداتا وير هاوس او بتبني البرودكت بتاعها لازم تفكر في البرفورمانس. زي ما عندي داتا بيز او ستورج باك اند بيسبورت مثلا 31 سور سيستم انتجريشن، سبورت مع 2 تو 5 تيرا بايت بير داي ترانزاكشن ريبورتنج، عايز ريبورت شويه معلومات كتير، فده اهم عقبه بتواجههم. حاجه ثانيه انتجريشن، لازم الداتا بيز بتاعتك او الستورج بتاعتك تكون انتجريتد مع اذر سور سيستمز او مع التولز اللي بتبني الكلام ده هو. دي حته مهمه جدا، انتجريتي، يعني ان المنتج يكون بيحصل له انتجريشن مع حاجات ثانيه عشان برضه ريبورتنج، وعشان ببلشنج، عشان حاجات ثانيه كتير. النقطه الاخيره هنا هي ابلاينج اناليتيكال فانكشنز. في الوقت اللي احنا فيه ده الشركات ما بقتش الموضوع بس عايزه تجيب معلومه دايركت او يعني سمبل سيلكت كويري، بس في دلوقتي بعض المعلومات الثانيه او بعض اناليتيكال فانكشن الشركات بتحتاجها. مثال دي مثلا موفينج افريج، احنا مش هنشرح هي موفينج افريج في الفيديو ده، بس خلينا ناخد في فانكشن اسمها موفينج افريج، دي بنسميها اناليتيكال فانكشن. الاناليتيكال فانكشن دي لو مش موجوده في الداتابيز وتقدر ترن بيزد على بيرفورمانس كويس، ففي الاخر انا عندي مشكله وعندي معلومات مش ظاهره بالنسبه لي، او معلومات مش كامله بالنسبه لي. فالمعلومه الاساسيه عندي هنا هي ان ازاي نقدر يبقى عندي الثلاث خصائص دول موجودين في الداتابيز او موجوده في ستورج. طيب فاي فيندور او اي شركه او اي منتج بيبني ان هو شغال ويبني داتا وير هاوس برودكت باك اند بيشتغل على الثلاثه دول. فاحنا قلنا البرفورمانس، انتجريتي، الاناليتيكال فانكشن. طيب نخش على النقطه الثانيه، الديفينيشن بتاع الداتا وير هاوس ايه؟ يعني انا دايما بحب ان احط في الديفينيشن، بس مش عايز ناخده بشكل نظري، عايزين نفهمه. هنا الداتا وير هاوس هي ايه؟ يعني كديفينيشن هي تكنيك فور كولكتنج اند مانجينج داتا فروم سورس سيستمز. دي نقطه مهمه جدا، ان انا عندي هي التكنيكس ان انا بجمع الداتا من اكتر من سورس سيستم، ده كده التكنيك ده بنسميه داتا هاوس. بس امتى التكنيك ده يكمل؟ لو احنا هي تو بروفايد مينينج فول بزنس انسايت. انا في الاخر مش بجمع داتا من غير اي لازمه، لازم عندي داتا متجمعه بشكل مظبوط تطلع مينينج انفورميشن،
والوقت، ان انا في الاخر لما عاوز اجيب معلومه من الداتا دي هيبقى عندي الداتا تسبورت الكلام ده. اوكي طيب طيب في واحد اللي هو انمومبل هو اول واحد ادى يعني حط ديفينيشن واضح والكونسبت للمعلومه دي للداتا هاوس، او حط لها ديفينيشن واطار كامل. وفي ناس كتير بتقول هو بتكونسيدر الراجل ده ان هو يعني هو ذا فاذر اوف ذا داتا هاوس. دايما بيبقى عندنا في كل مجال عندنا واحد بيقول الراجل ده هو اللي اسس المجال، زي ما بنقول مثلا رونالد كنوز في كمبيوتر ساينس. طيب الراجل ده برضو احد يتكلم ويكتب كتير عن ازاي الناس تبني الكلام ده، هو ازاي تبني وتستخدم، وازاي يبقى عندها منتنبل داتا وير هاوس، وازاي الكوربت انفورميشن فاكتور بيتبني. فدي كمعلومه الراجل ده هو عنده كتاب وكان في اكتر من هو ليه تمن بلوكس كويسه جدا كان بينشر عليها بعض المعلومات، فدي كمعلومه يعني. طيب نخش في النقطه الاخيره في الفيديو ده هي الموتيفيشن. برضو اول حاجه الداتا وير هاوس زي ما قلنا دلوقتي هي تكنيكس، او هي مش برودكت في حد ذاتها بس، هي انفايرمنت. فاحنا لسه عندنا انفايرمنت كامله بتبني بنقول عليها عندنا داتا وير هاوس. مش اي حد يشتري منتج هو عنده داتا وير هاوس، مش اي حد يشتري منتج ويحط مثلا انتجريت هو بس عنده داتا وير هاوس ما طلعش مينينج فور انفورميشن، او عنده او اشترى منتج بداتا وير هاوس بس مثلا ما طلعش انسايتس. ففي الاخر دي كلها انفايرمنت بنسميها داتا وير هاوس. الحاجه الثانيه تايملي مانر، دي نقطه اهم نقطه في الفيديو ده. لو انت عندك منتج، المنتج ده قايم على التايملي مانر، ليه تايم عشان تاخد الديسيشن بتاعك. فلو نفترض ان عندنا بزنس قايم على انك تاخد ديسيشن ان ريل تايم، حلو. طيب لو انت ما خدتش ان ريل تايم يبقى انت كده المنتج ده بايظ. طب نفترض ان في بزنس تاني قايم انت تاخد ديسيشن على الداتا مثلا دي ماينس 1 يعني داتا امبارح، وانت ما وفرتوش داتا امبارح او لسه ما خلصتش، يبقى انت كده مش عندك برودكت كويس، او الداتا بتاعتك دي مش كامله، تقول ان ده عندك هاوس شغاله كويس، او هي مش داتا هاوس مظبوطه. طب هتقول طب ممكن الداتا بتاعتي لو انا مثلا عندي بزنس يوز كيس الباتش مثلا هي دي ماينس 1 مثلا، والداتا هاوس دي ما بتسبورتش ريال تايم، صح؟ انت كده عندك برودكتس من داتا هاوس وبيسبورت البيزنس كيس بتاعك. طيب برضه هي مش شرط تكون دي ماينس 1، ممكن تكون كوارترلي ييرلي، ممكن 5 years back. كل الحاجات دي لايك هي زي ما تقول ايه فاكتورز معاك. يعني نفترض انت البيزنس بتاعك ايه انك دايما بتاخد ديسيشن بيزد على مبيعات خمس سنين فاتت، وانت الداتا بتاعك ما تقدرش خمس سنين، يبقى انت عندك مشكله. فاهمني اقصد ايه؟ طيب ناخد نقطه بعدها هنا. الداتا هاوس برضو هي اركتكشر كونستراكشن اوف انفورميشن سيستم. يعني دايما الداتا هاوس هي مبنيه على ان انت بتجمع او بتاخد اركتكشر معين بتجمع من الداتا ومن سورس مختلفه. بعد ما تبني الكلام ده هوت، بعد ما يبقى عندك الانستراكشنز او عندك الاركتكشر ده، تقول انا عندي داتا هاوس ده كده اسمه داتا هاوس. وبرضه بنقول ان هو بيبقى دايما عنده كومباينيشن بين الكرنت وهيستوريكال داتا، لازم عندك الاثنين مع بعض عشان سبورت الديسيشن سيستم بتاعك. طيب خلينا ناخد نقطه بعدها. بنقول ايه؟ ان الداتا هاوس هي الكور ايديا او الكور اوف اني بي اي سيستم. وهنا بي اي سيستم البيزنس انتليجنت هي اللي مقصود بيها مش بس داتا اناليسيز او ريبورتنج او ماشين، كل حاجه بتبني على الداتا بنقول عليها بي اي. احنا عشان بس نحط ديفينيشن سهل كده ما نقعدش نصعب الدنيا على نفسنا، احنا بنتكلم ان اي حاجه بتبني اوفر الداتا هاوس او بعد ما الداتا تكون جاهزه، سواء بقى ريبورتنج او اناليتكس او داتا اناليسيز، دي كلها هنسميها نحطها كاتيجوري بزنس انتليجنت. اوكي طيب اخر حته في الشابتر ده نيمينجز، بس عشان الموضوع ده بيفرق جدا معايا. داتا هاوس ليها نيمز كتير، ناس بتسميها ديسيجن سبورت سيستم، في ناس بتسميها بزنس انتليجنس سوليوشن، في ناس تانية بتسميها اكسكيوتيف انفورميشن سيستم، في ناس بتسميها مانجمنت انفورميشن سيستم، في ناس بتسميها اناليتيك ابلكيشن، في ناس بتسميها داتا هاوس. انا ليه حاطط كل طبعا انا ما اقدرش بصح ما اقدرش احصي كل الديفينيشنز، بس لما تشوف الكلام ده، لما تشوف الجمله دي، انا عندي شركه توكن عايز ابني دي اس اس، هل دي اس اس ده مختلف عن الداتا هاوس؟ لا هو مش مختلف، في فيتشر صغيره جدا بين كل ديفينيشن، صغيره جدا شعره تقريبا، بس في الاخر كلهم بيبنوا نفس الاركتكشر اللي بنتكلم عليه في الشابتر ده. فما تشوف النقط دي او اي ديفينيشن من ده، هو في الاخر بيتكلم عن نفس الحاجه اللي احنا بنتكلم عنها. فاحنا كده خلصنا الشابتر ده. الشابتر ده احنا عرفنا الداتا هاوس، شرحنا ايه هي الداتا هاوس، شرحنا الكونسيبت بتاع الداتا هاوس شغال ازاي، وشرحنا other naming for data warehouse. ان شاء الله الشابتر الجاي هنتكلم تفصيل اكتر عن data warehouse. اشوفكم بخير ان شاء الله. السلام عليكم.